هذه المنطقة شوفيها أمامكم منطقة زراعية، منطقة أثرية سياحية، منطقة مزدحمة بالسكان، فيها حوالي 900,000 نسمة، تقريبا 900,000 نسمة هؤلاء مسجلين في البلديات في السجل المدني أو السجلات المدنية في هذه المنطقة، حوالي 900,000. لدينا شريحة أخرى وهي شريحة الليبيين المسجلين في بلديات أخرى والذين يقيمون في هذه المنطقة، سواء لظروف الحياة سواء جاءوا نازحين كثيرين، وهناك فئة الطلبة للدارسين في الجامعات في هذه المنطقة، ولدينا مجموعة أخرى وهم اللاجئين من طرابلس وبنغازي كانوا في سياحة، أو من الجنوب كذلك كانوا في سياحة في منطقة الجبل الأخضر، بالرغم من هذا الرقم قل قليلا باعتبار أن كان يوم الأحد مدارس، فهذا الرقم قل قليلا. كذلك سكان هذه المنطقة في عدد آخر وهو الجاليات العربية والأفريقية المقيمة المقيمين، مثلا الجالية السورية أكثر جالية تقريبا، بعدها الفلسطينية، الجالية المصرية، جاليات كثيرة. المكون الآخر وهو مكون العمالة، العمالة سواء العمالة المؤقتة، العمالة الدائمة، العمالة العربية والعمالة الأفريقية، عندنا عمالة من مصر، من السودان، ومن تشاد، هؤلاء بعشرات وقد يكون بمئات الآلاف. يعني نتحدث من ناحية جغرافية السكان على حوالي أكثر من 1,200,000 نسمة يقطنون في هذه المناطق، وهذه منطقة مكتظة بالسكان. هذه المنطقة فيها خمس مدن رئيسية وهي مدينة المرج، بعد ذلك مدينة البيضة، بعد ذلك شحات، سوسة، القبة، ودرة. فيها حوالي من عشر قرى كبيرة، يعني تقترب من توصف بالمدينة. فيها حوالي 10 قرى صغيرة، فيها تجمعات سكانية منتشرة في الأرياف بشكل كبير جدا. هذه المنطقة هذا الوصف السكاني والوصف الخريطة الطبيعية لهذه المنطقة. هذه المنطقة ضربت بالكامل. هذا الحصار عندما دخل من اتجاه الغرب إلى الشرق يقوم بمسح كل شيء أمامه. طبعا في مناطق تعرضت لسيول، هناك مثلا سجلنا في منطقة البياضة غرق جميع المنازل بالكامل، في منطقة تاكنس كذلك، في منطقة جردس كذلك، في منطقة قندولة حوالي 60 منزل، في منطقة الجيجب حوالي 250 منزل، في كل المناطق صار فيها خسائر. الشيء الآخر اللي سبب الخسائر بشكل كبير جدا وهو شيء طبيعي في هذه المنطقة، شيء طبيعي في هذه المنطقة أن كل جبال أو كل الأودية من الجنوب إلى الشمال، كل الأودية، أي وادي في منطقة الجبل الأخضر هو من الجنوب إلى الشمال، يعني يصب من الصحراء ويصب في البحر. كل الطرق الرئيسية أو الطرق الدولية، أو هنا ثلاث طرق رئيسية لدينا، والطرق الفرعية كذلك 90% من الطرق الفرعية يصب يتحرك من الغرب إلى الشرق وبالعكس، الطرق الرئيسية ثلاثة من الغرب إلى الشرق كذلك. يعني الأودية أصبحت قاطع للطريق، نحن نسمي فيها في العلوم العسكرية هذه الأودية قاطعة للجبهة، لا يمكن عبورها ولا يمكن السير فيها إلا بتدابير، وهذه التدابير أصلا موجودة مثل عبارات المياه، الجسور الكبيرة، الجسور الصغيرة، الكباري، كل فيه. نظرا لكثافة الأمطار وغزارة الأمطار كل شيء ذهب إلى البحر، الطرق والكباري والعبارات المياه، قطعت الطريق نهائيا في هذه المناطق. يعني نتحدث على مئات الكيلومترات الآن تحتاج إلى خدمة من جديد. كذلك هذا الأمر شنو أدى؟ أدى إلى انفصال كل منطقة أصبحت تحتمل على نفسها في الإسعافات، في الإغاثة، في النجدة، ما عادش تواصلوا الناس، حدثت صدمة، بيوت غمرتها المياه، مئات البيوت أو آلاف البيوت غمرتها المياه، آلاف الناس أصبحوا مش عارفين شنو صاير.